سيدنا واحد السلام عليكم. الوسط الرياضي المغربي في حداد اليوم اثر وفاه اللاعب الودادي اسامه فالوح اللي غادرنا الى دار البقاء بعد وفاته جراء حادث سير خطير اللي خلى تقريبا 3 سيمانات في العنايه المركزه ثم توفى الله. رحيل اسامه فالوح خلف صدمه كبيره وحزن واسع وغصه بين محبيه والجماهير وعائلته وحتى اسره الوداد البيضاوي. خليكم معنا ونشوفوا الجنازه المهيبه ديالو اليوم وشحال ديال المحبين حضروا ليها باش يودوا الاخ ديالهم اسامه فالوح. اسامه ولد 7 سنين هو تيلعب هنا، انا بصفتي رجاوي تنشد فيه تنقول له اسامه ولي رجاوي وندور معك، تيقول لك انا ودادي ونبقى ودادي تنموت ودادي، تيموت على الوداد. نهار غوتات عليه الوداد فرحان وناشط، قال لي صافي يا بطا دابا صافي دخلت الوداد، صافي امنيتي دخلت الوداد. بصراحه اخويا شنقول لك، يعني فاش تسمع في حاله الخبر كاع جميع المغاربه بقى فينا الحال، واش غادي نقول لك؟ الله يصبر الاسره ديالو ولا الصغيره ولا الكبيره، الله يرحمه الله يوسع عليه والله يغفر ليه، وتنطلب من الله سبحانه وتعالى يجعله من الجنه يا رب. والله يرحمه ويوسع عليه ويصبر عائلته واهله وناسه والمحبين ديالو. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم.